إزاي مصر بدأت تفكر بشكل مختلف علشان تتعامل مع أزمة الدولار من جذورها؟ وإزاي هتقدر تتخلص من تحكم وضغط العملة الأمريكية على الجنيه المصري وعلى الاقتصاد والتجارة؟ بانكير، نبض البنوك. مفيش شك إن أزمة نقص الدولار واللي مصر بتعاني منها من شهور طويلة بسبب إن العملة الأمريكية هي العملة الدولية الرسمية والرئيسية في التجارة، خلت الدولة المصرية تفكر في حلول خارج الصندوق، وده علشان تتخلص من هيمنة الدولار على الجنيه وعلى التجارة والواردات. مصر لقت الحل وشغالة عليه من فترة كبيرة، من ساعة ظهور كورونا من سنتين، وهي إنها تنوع تجارتها مع دولة تانية كبيرة في العالم وتنقل جزء كبير من التجارة الدولية مع الدول دي بعيد عن أمريكا والدولار. وفعلاً في مفاوضات طويلة تمت مع روسيا والصين والهند باعتبارهم قوة عظمى في الاقتصاد العالمي، ولأنهم بيدوروا على دور كبير ليهم على الساحة العالمية في المستقبل، خاصة بعد الصراع الروسي الأوكراني واللي قسم العالم لجبهة أمريكية بيقف فيها الغرب مع أمريكا، وجبهة روسية ومعها الصين والهند ودول تانية مهمة في العالم. الجبهة بتاعت روسيا بتسابق الزمن علشان تضرب الدولار في مقتل بسبب الصراع الاقتصادي مع واشنطن وبسبب العقوبات الأمريكية والغربية على موسكو. ومصر زي ما قلنا فتحت قنوات اتصال اقتصادية رفيعة المستوى مع روسيا والصين والهند، وتوجت باتفاقيات باستبدال الروبل الروسي واليوان الصيني والروبية الهندية محل الدولار، وأكيد ده إجراء هيحرر الجنيه المصري من هيمنة الدولار. مصر وروسيا اتفقوا على شراكة استراتيجية اقتصادية ومناطق حرة وضخ استثمارات ضخمة في مصر، والصين كمان رفعت استثماراتها بشكل غير مسبوق في مصر. وكلنا تابعنا حجم المشروعات الصينية اللي تم الإعلان عنها في الأيام اللي فاتت، وخاصة في الطاقة النظيفة واللي الصين هتضخ فيها حوالي 8 مليار دولار مرة واحدة، غير المشروعات التانية في منطقة القناة. ومن كام ساعة كشف مسؤول تجاري هندي إن عدد من الدول وعلى رأسها مصر أبدت اهتمام باستخدام الروبية في التبادل التجاري مع الهند، وإن الجنيه المصري هيعتمد في التجارة الدولية مع الهند بدلاً من الدولار، وكل المعاملات بين الدولتين هيتم بعملة البلدين. وعلشان نعرف أهمية الخطوة دي مع الهند، كفاية نعرف حجم التبادل التجاري مع الهند إنه وصل تقريباً ل 8 مليار دولار. وتخيل لما الرقم ده يتشطب من فاتورة الدولارات المطلوبة من مصر في عمليات الاستيراد من الهند، ده غير الصين وروسيا. وأكيد لما الاتفاقيات تدخل حيز التنفيذ مع الدول الثلاثة الرقم هيبقى ضخم وهتضرب الدولار في مقتل. وعلشان كل اللي فات، مصر وافقت رسميا على وثيقة انضمام في مؤسسة بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس واللي أقرها البرلمان المصري. وتجمع البريكس ده حدوتة تانية، وفي دول مهمة جدا زي روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا، وهي بمثابة منافس لمجموعة السبع الغنية، وهدفها التعاون المشترك لوضع حد لهيمنة الدولار الأمريكي على تجارة العالم. وبكده عرفنا مصر انضمت ليه للبريكس. تحياتي دعاء أبو القاسم، إلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.